ما زلنا فيها النغم الجميل، ايقاع الفرع التراثي والايقاعات التراثيه المتنوعه في تحيه حب وعوده مره اخرى لصوت الفنان هيثم المعشني. هيثم، ايش راح نسمع هذه المره؟ سمعنا ايقاع برعه وسمعنا ايضا لون سماعي، ايش معك الان؟ لون عادي رومبا يعني. اغنيه قديمه. قديمه؟ الفنان مسلم كرفيش. من الحان الفنان مسلم كرفيش. الحان مسلم كرفيش وكلام سالم العمري، شاعر سالم العمري. كل التحيه لهم. شو معنى اخترت من القديم هذه المره؟ يعني دائما بحثك في الالوان او الاغاني القديمه هيثم. شد لي اللحن اكثر شيء في الاغنيه. نعم. في نيه عندك لتجديد شيء من الاعمال؟ ان شاء الله ان شاء الله خلال الفتره القادمه ان شاء الله في نعم ان شاء الله بنعمل شيء جديد. جميل. اذا هيثم المعشني في اغنيه بايقاع سماعي جميل، خذ بيدي. من عذابي